يقول السائل: فضيلة الشيخ الذي رمز لاسمه بألف ألف، عند دفن الميت عندنا يمكن أغلب من شهد الجنازة بالمشاركة بالدفن، مما يؤدي إلى التأخر في إتمام دفن الميت، وأيضا إلى خروج بعض من شهد الجنازة قبل إتمام الدفن، فهل تمكين الحضور من الدفن أولى أو الإسراع بالدفن ولو لم يشارك أكثر الحضور أولى؟ المشاركة في دفن الميت فيها أجر إذا أمكن ذلك، أما إذا ترتب عليه ضرر على المشيعين أو ضرر في تأخير الدفن فإن هذا لا يجوز.